منتصف نهار جديد من القاهرة، وفي المنتصف نتجول بكم في عالم الأخبار والتقارير والأحداث. في المنتصف أيضا نستكشف ما يدور في قارات كوكبنا، نتعمق فيه بالرؤية والتحليل، فيه نتحرى حقيقة الخبر حيثما كانت. من روسيا التي افتتحت المنتدى الاقتصادي والإنساني روسيا أفريقيا في سانت بيترسبورغ، إلى كوريا الشمالية التي يجري زعيمها مباحثات في العاصمة بيونغ يانغ مع وزير الدفاع الروسي حول الأمن العالمي والإقليمي، إلى فلسطين التي اقتحم الحرم المقدسي فيها مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية ومئات من العناصر المتطرفة، وأخيراً نتعرف على ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول الحرارة المرتفعة التي تجتاح العالم في الوقت الراهن. أهلا بكم في منتصف النهار، أنا دانيا الحسيني، والآن نستعرض سويا عناوين حلقة اليوم من منتصف النهار. انطلاق القمة الروسية الأفريقية الثانية في مدينة سانت بيترسبورغ. زعيم كوريا الشمالية ووزير الدفاع الروسي يناقشان في بيونغ يانغ الأمن العالمي والأقليمي ويوجهان رسالة لواشنطن. أما الخبر الأخير معنا اليوم، حيث مسؤولون إسرائيليون ومتطرفون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية قوات الاحتلال. انطلقت اليوم الخميس النسخة الثانية من القمة الروسية الأفريقية المنعقدة في مدينة سانت بيترسبورغ الروسية تحت شعار من أجل السلام والأمن والتنمية، بمشاركة 49 دولة أفريقية و17 زعيما، بالإضافة إلى رؤساء مفوضية الاتحاد الأفريقي والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير. وتأتي هذه القمة في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دول روسيا والدول الأفريقية والارتقاء بها لمستوى جديد. وتركز القمة على جميع المجالات السياسية والأمنية الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والإنسانية. للمزيد من الرصد والمتابعة حول هذه القمة ينضم إلينا من سانت بيترسبورغ حسين مشايك مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك حسين. نعم، تحياتي داني. حسين، هل لك أن تصف لنا أجواء تلك القمة التي تنعقد في ظروف نوعا ما بالغة الحرج للدول الأفريقية المعتمدة نوعا ما على الحبوب الواردة في تلك المنطقة من العالم كما نعلم، وخاصة أن الرئيس بوتين قد وعد قادة القارة بتعويضهم عن الحبوب الأوكرانية؟ دانيا، قبل الإجابة على السؤال دعيني أشير إلى ما تتم أو ما يتم الحديث عنه هنا في الداخل الروسي من قبل الخبراء. جميع الخبراء في الداخل الروسي يؤكدون على أن الرئيس بوتين انتصر على الغرب خلال الساعات الماضية، وتحديدا وصول قادة الدول الأفريقية إلى مدينة سان بطرسبورغ العاصمة الشمالية لروسيا. بوتين كيف انتصر على الدول الغربية؟ فحسب الخبراء الروس، الانتصار الروسي أتى حول هذه القمة أو مكان هذه القمة التي تنعقد في العاصمة الشمالية لروسيا، وخاصة أن مدينة سان بطرسبورغ تقع على الحدود الروسية الفنلندية. فبعد ضم الناتو فنلندا إلى دوله أو إلى أعضائه، روسيا جمعت الدول الأفريقية وقادت الدول الأفريقية في هذه المدينة لتؤكد للغرب وتحديدا للولايات المتحدة على أن لدى روسيا دول شريكة ودول صديقة يمكن الاعتماد عليهم بعد فرض الغرب العقوبات على الاقتصاد الروسي وعلى فن
فرض عقوبات على رجال ساسا الروس وأيضا على قادة وزارة الدفاع الروسية. أما بالنسبة للحبوب الروسية فالتأكيد الروسي أتى على لسان الرئيس فلاديمير بوتين باستعداد موسكو لتوريد الحبوب إلى الدول الأفريقية بشكل مجاني. أيضا بوتين أشار خلال الكلمة التي ألقاها في الجمعية العامة للقمة أشار إلى أن بلاده قدمت وأرسلت الحبوب إلى الدول الأفريقية بشكل مجاني خلال الفترة الماضية، كما أيضا أكد استعداد بلاده لتوريد الحبوب الروسية في وقت لاحق إلى الدول الأفريقية إما مجانيا وإما تجاريا. أيضا مشاريع واعدة خلال هذه القمة يتم النقاش بها بين الرئيس بوتين وبين قادة الدول الأفريقية. أيضا هناك تعاون في مختلف المجالات، تعاون ثقافي، تعاون فني، تعاون أيضا صحي، تعاون اقتصادي، تعاون طبي. يمكننا الحديث الآن دانيا عن أن روسيا بالفعل قد فازت في هذه القمة. هذه القمة نجحت حسب رأي الخبراء. الرئيس بوتين استطاع أن يدخل القارة الأفريقية من خلال التعاون ومن خلال أيضا الثقافة الروسية، وبالإضافة إلى تقديم عدة مساعدات والحفاظ مع قادة الدول الأفريقية على الاستقرار الأفريقي والأمن الأفريقي. إذن حسب رأي الخبراء الروس، الرئاسة الروسية، القيادة الروسية استطاعت أن تتغلب على الضغوط الغربية ولا سيما ضغوط الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا من أجل منع القادة الأفريقيين للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية. الحضور أكد على أن معظم الدول الأفريقية بل أغلبهم هم يؤيدون روسيا، لديهم علاقات ذات أهمية خاصة مع روسيا، وأن الموقف تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية كان محايدا وسيبقى محايدا. وتصريحات القادة الروس وتحديدا وزير الخارجية سيرجي لافروف بالإضافة أيضا إلى بيان الكرملين صباح اليوم يؤكدون ما نتحدث به، وأيضا يؤكدون على أن العلاقات بين روسيا وأفريقيا علاقات متينة ولا يمكن زعزعتها من قبل الدول الغربية. وأيضا يتوعدون القادة الروس الدول الأفريقية والشعب الأفريقي بمشاريع واعدة، مشاريع روسية واعدة في القارة الأفريقية ومشاريع استثمارية. لكن دائما الخبراء الروس يؤكدون على أن القيادة الروسية في حال أرادت أن تضع يدها أو تضع موطأ قدم لها في القارة الأفريقية فعليها عدم التدخل في الشؤون الداخلية الأفريقية لكي لا تقع في نفس المشكلة التي وقعت فيها الدول الغربية. وهنا الحديث يدور حول فرنسا بالإضافة إلى بريطانيا. إذن حسين دعني أسألك، دعني أسألك عن موضوع النيجر، وبحكم طبعا أن الكرملين قال أنه سيناقش هذا التطور مع قادة القارة، ما الذي تمت مناقشته في هذا الملف؟ بالتأكيد دانيا الكرملين أكد على مناقشة هذا الملف مع الدول الأفريقية ومع قادة هذه الدول، لكن الحديث أو ماذا تم مناقشته من قبل الكرملين أو من قبل الرئيس بوتين مع قادة الدول الأفريقية حتى الساعة لا يوجد أي معلومات من قبل الجهة الرسمية أي من قبل الكرملين. لكن بطبيعة الحال روسيا ستعلن بأنها مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية للنيجر، وأنها أيضا تطالب القوات النيجرية وأيضا السلطات النيجرية بضرورة الحفاظ على السلم الأهلي، أي كباقي البيانات التي كانت دائما روسيا تصدرها. ودائما كانت روسيا تتحدث عن أي مشكلة داخلية لأي دولة كانت صديقة أم غير صديقة، دائما موسكو تؤكد على أنها لم ولن تتدخل في شؤون داخلية لأي دولة كانت، لذلك من غير الممكن أن تعلم موسكو عن أي خطوات مفاجئة لربما تكون للساحة الدولية أو للقارة الأفريقية بشكل خاص، لسيما أن قادة الدول الأفريقية الآن لازالوا يجتمعون مع الرئيس فلاديمير بوتين بحضور وزير الخارجية سيرجي لافروف وعدد من قادة السلطات الروسية. إذن الآن الدولة الروسية تتحدث عن مشاريع واعدة، تتحدث عن حجم استثمار وعن دخول روسي غير مسبوق إلى القارة الأفريقية، وهذه البنود التي تتحدث عنها موسكو هي في السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية. الجانب الروسي بالفعل بحث وبدأ يبحث أيضا
وأيضا بدأ يريد بإقامة علاقات قوية ومتينة مع أفريقيا، خصوصا بعد الحرب وبعد العملية العسكرية التي قامت بها روسيا في أوكرانيا. روسيا تبحث عن هذه الدول لكي أيضا لكي تؤكد للعالم بأن روسيا معزولة وأن لدى موسكو عدة دول شريكة ودول حليفة لها. إذن حسين، ملفات كثيرة تم مناقشتها اليوم في هذه القمة الأفريقية الروسية، ولكن ماذا بخصوص القمة المصرية الروسية؟ صف لنا نوعا ما دار في هذا اللقاء المهم بين الرئيسين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس بوتين، وكما نعلم أن هناك علاقة خاصة تجمعهما على المستوى الثنائي، وأكيد أنها انعكست بشكل إيجابي كبير على العلاقات بين البلدين. هل لك أن تصف لنا الأجواء؟ بالفعل دانيا، لقد أجبت، وهذا ما كنت أريد أن أتحدث به أو أن أؤكده، بأن الرئيس بوتين تجمعه علاقة خاصة مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا ليس سرا، بل بوتين في بعض أو في إحدى المناسبات أكد على هذا الأمر. أيضا يوم أمس خلال لقاء بوتين نظيره المصري أكد على أنه بوجود الرئيس السيسي رئيسا للجمهورية المصرية، العلاقات بين روسيا ومصر أصبحت متطورة أكثر، وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة، العلاقات متينة، هناك مشاريع أيضا استراتيجية ومشاريع استثمارية روسية في مصر، بالإضافة إلى محطة الضبعة النووية. الرئيس السيسي شكر نظيره الروسي على حسن الضيافة والاستقبال، وأيضا رحب بالمشاريع الروسية داخل مصر. هذا فقط ما اقتصرت عليه البيانات وأيضا وسائل الإعلام الروسية. أما بالداخل، ودائما نستند إلى الخبراء وإلى المصادر الروسية، الجميع هنا في الداخل الروسي يؤكد على أن روسيا الآن بالفعل تريد تقوية علاقاتها مع مصر، ورفع هذه العلاقة إلى مستوى غير مسبوق، لأن الآن روسيا بالفعل ترى في مصر بأنها من الدول العربية المهمة جدا، وخصوصا أن مصر من أكثر الدول الأفريقية التي تستورد من الموارد الروسية، إن كانت من الحبوب أو من موارد أخرى. وهذا أيضا أكده الرئيس بوتين في كلمته اليوم في الجمعية في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية، إضافة أيضا إلى أنه هناك عدة مشاريع أو عدة أمور تجمع بين موسكو وبين القاهرة، ودائما موسكو كانت تبحث مع القاهرة كشريك أساسي لها في عدة ملفات، منها الملف الفلسطيني، بالإضافة أيضا إلى الملف السوري. ويجب أيضا هنا أن ننوه إلى أن بعض القادة الروس أو بعض المسؤولين الروس في الفترة القليلة الماضية رحب بالاجتماع الفلسطيني الذي سينعقد في القاهرة، وأكد على أن روسيا تنتظر، وبكل تأكيد سينتج بوادر إيجابية من هذا. لعله حسين أن ينتج هذا الاجتماع بوادر إيجابية كما قلت. شكرا لك حسين مشايك، كنت معنا من سانت بيترسبورغ مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا لك. أنتقل الآن لأستقبل من موسكو علا شحود، كاتبة وباحثة سياسية، ومن سانت بيترسبورغ الدكتور رامي القيليوبي، أستاذ زائر بكلية الاستشراق في المدرسة العليا للاقتصاد بروسيا. أهلا بكم من جديد. أهلا بكم. أهلا بك. إذن أبدأ معك سيدة علا، ولو أردنا الآن أن ندخل إلى صلب الموضوعات التي ناقشتها القمة الروسية الأفريقية اليوم، حيث قال بوتين أن موسكو ستعمل على بلورة المناهج الدراسية مع الدول الأفريقية، ما دلالة ذلك من وجهة نظرك؟ مرحبا لك وللضيف. الحقيقة نشطت السياسة الروسية تجاه أفريقيا بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بتسارع ملموس. تشكل أفريقيا شريك تقليدي مهم لروسيا منذ أيام الاتحاد السوفيتي وليس منذ اليوم هذا، لهذا تعتبر روسيا أنها لعبت دورا مهما في تحرير القارة السمراء من الاستعمار وساعدتها على نيل يعني استقلالها. اليوم في ظل هذا النزاع الكبير العالمي الذي تشهده روسيا تقريبا مع أغلبية دول العالم، تسعى روسيا لمد جذورها
في الدول التي تستطيع أن تحقق فيها ذلك، ومن أهم هذه الدول هي دول القارة السمراء. اليوم يعني موضوع التعليم هو موضوع رئيسي وهام جدا، وأنا درست هنا في روسيا الدراسات العليا، وحقيقة الآن أنهي مرحلة الدكتوراه، وألاحظ أنه يوجد عدد كبير من الطلاب الأفارقة يدرسون معنا في الجامعات الروسية. دائما روسيا ما كانت تعبر عن استيعابها للدول المحتاجة وعن تعاونها في كل المجالات، وخاصة علميا على سبيل المثال يعني تعاونت مع سوريا بعد الحرب السورية، وأعطت منح بأعداد هائلة، يعني آلاف الطلاب السوريين سنويا يأتون إلى روسيا لإكمال تعليمهم العالي. أعتقد أنه هذا الحال الآن سوف يستمر مع دول القارة الإفريقية. هو بالفعل يعني كما قلنا يأتي الكثير من هؤلاء الطلاب للدراسة هنا، لكن سوف تزداد أعداد الطلاب. ومن ناحية أخرى أشار الرئيس الروسي إلى أنه إمكانية فتح جامعات في هذه الدول وإرسال الأساتذة الروس، وخاصة هناك تشديد. إذن سيدة علاء ابقي معي، سوف أنتقل الآن إلى دكتور رامي. دكتور رامي، الرئيس بوتين كان قد صرح أن إنشاء 30 مشروع طاقة في 16 دولة أفريقية بإجمالي 3.7 جيجا وات. ترى لماذا ركز الرئيس بوتين على مسألة استثمار بلاده في قطاع الطاقة في دول القارة؟ في الواقع هناك انطباع بأن إحدى أبرز رسائل هذه القمة هي سعي روسيا تقديم نفسها كبديل يمكن الاعتماد عليه بعد أن اعتمدت القارة الأفريقية في الفترة ما بعد الاستعمار على الدول الغربية. بوتين يسعى تصويت الفكرة أن روسيا تساهم في التنمية المستديمة للقارة الأفريقية، والتي لن تتحقق إلا بتحقيق اكتفاء ذاتي من الطاقة، وأن روسيا على عكس الدول الغربية ليست مهمتها فقط أن تستثمر الموارد الطبيعية الثرية الموجودة في أفريقيا مع منح السكان المحليين أدنى حصة ممكنة إلا هذه الموارد الطبيعية. إذن أنتقل إليك سيدة علا، وخاصة في ملف الحبوب الذي يعد هو من أبرز الملفات التي طرحت اليوم على مائدة القمة. وقال الرئيس بوتين لقادة القارة أن عدم رفع العقوبات عن روسيا سبب انسحابنا من صفقة الحبوب. إذن كيف يمكن لأفريقيا اليوم الضغط على الغرب لحلحلة هذه الأزمة التي كما تعرفين سيدة علا سوف تتسبب في أزمة غذاء عالمية، وكما متوقع أيضا ارتفاع الأسعار السلع لرقم قياسي نوعا ما؟ يعني شاهدنا جميعا اليوم أن الرئيس الروسي وعد قادة هذه الدول المشاركة في القمة بإرسال الحبوب الروسية إلى هذه الدول مجانا كهدية لهم، ووعدهم بأن لا يتحقق حلم الغرب بإحداث مجاعة في هذه الدول الأكثر فقرا. يعني أنا أرى أن الدول الغربية اليوم لا تبحث عن الأمن الغذائي للعالم ولا تكترث بسواء هذه البلدان عانت من الجوع أو الفقر، لا بالعكس هي تبحث عن مصالحها فقط. وتشير الدراسات الروسية إلى أنه 3% فقط من صادرات هذه الحبوب كانت تذهب إلى الدول الأكثر فقرا في العالم، وبقية هذه الصادرات كانت تذهب إلى الدول الأوروبية الغنية لكي تستثمرها في افتعال الحروب وفي شراء الأسلحة وإرسالها إلى أوكرانيا. لهذا أصرت روسيا على عدم تمديد هذه الاتفاقية. بالنسبة للسؤال هل يمكن للدول الإفريقية أن تضغط على الدول الأوروبية؟ لا أعتقد أنه اليوم هذا الحديث وارد لكي تضغط على الدول الأوروبية. أعتقد أنه اليوم هذه القارة السمراء ودول أفريقيا هي سوف تكون سوق مهم جدا لروسيا. أعتقد أنه يتم التنافس على الجغرافية الأفريقية بشكل كبير من قبل عدة إقليميات كبرى، روسيا، الصين، الكل يتنافس اليوم على أفريقيا. أعتقد أنه اليوم هو
يوم هذه الدول يعني بعد عناء كبير لسنوات كبيرة لم تكن الدول الأوروبية تشاء أو ترغب في أن تفتتح شركات لها في هذه الدول أو حتى في استثمار الطاقة، لأنه كان دائما هناك مخاوف من الأمن ومن الفساد التي تشهر به بلدان هذه المنطقة. لكن اليوم بعد الحروب وبعد النزاع الروسي الأوكراني العالمي، إذا صح القول الجميع الأنظار تتجه إلى الدولة الأفريقية، إلى الدول الأفريقية، بحيث أنها سوق استراتيجي هام، هناك تكتلات إقليمية مهمة جدا لكل هذه الدول، والرابح هو من سوف يستطيع عقد صفقات تجارية وإقناع قادة وزعماء هذه الدول بالتعاون معهم اقتصاديا وعلى كافة المجال. يعني إفريقيا هي أرض خصبة لكثير من الصفقات. إذن سيدة علا دعيني أنتقل لأستفسر أكثر عن هذا الشق الاقتصادي طبعا الذي تكلمت عنه، والتبادل التجاري. دكتور رامي، يعني عرفنا أن التبادل التجاري ما بين روسيا وأفريقيا قد بلغ 18 مليار دولار في العام الماضي 2022. ماذا يعني ذلك بالنسبة لك وأنت أستاذ في الاقتصاد؟ في الواقع هذا الرقم زهيد جدا، لأن إذا نظرنا إلى عدد سكان مجموعة الدول الأفريقية فهو يبلغ نحو 1.4 مليار نسمة، أي ما يعادل تقريبا عدد سكان الصين أو الهند. في الوقت الذي عندما يبلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين نحو 200 مليار دولار سنويا، بينما يبلغ حجم التبادل التجاري مع مجموعة الدول الأفريقية 18 مليار فقط، فهذا يعني أن الرقم أقل بمقدار 10 أضعاف، وهذا يعني أن هناك فرص كثيرة تم إحقاقها ولم يتم استثمارها. وخلينا نوصل بلغة الأرقام، فروسيا وأفريقيا تملكان مجتمعتين نحو 45%، أي ما يقارب نصف الموارد الطبيعية على الأرض، لكن حصتهما في الناتج المحلي العالمي تبلغ 5% فقط، فهذه الأرقام غير مرضية بالطبع. إذن شكرا لك رامي القليوبي على كل هذه المعلومات، شكرا لك سيدة علا شحود على كل هذه المعلومات، كاتبة وباحثة سياسية، والدكتور رامي أستاذ زائر بكلية الاستشراق في المدرسة العليا للاقتصاد بروسيا. إذن ننتقل الآن إلى الخبر الثاني في منتصف النهار، وبترحيب حار استقبلت كوريا الشمالية ضيفها وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، الذي وصل إلى بيونغ يانغ في أول زيارة لمسؤول أجنبي للبلاد منذ جائحة كورونا. وخلال الزيارة اجتمع سيرجي شويغو بنظيره الكوري الشمالي، مؤكدا أن موسكو سوف تعزز تعاونها العسكري مع بيونغ يانغ، متحدثا عن هذه الشراكة التاريخية المهمة ما بين البلدين. وتأتي هذه الزيارة في وقت يشتد فيه العداء ما بين روسيا والغرب بسبب الحرب في أوكرانيا التي أيدتها كوريا الشمالية منذ انطلاقها. إذن للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان سامر خير أحمد، خبير الشؤون الأسيوية. أهلا بك أستاذ سامر. أهلا بك سيد سامر من جديد. مرحبا بكم. إذن سيد سامر، ما هدف زيارة وزير الدفاع الروسي لكوريا الشمالية كما نعلم في ظل هذا التصعيد الغربي مع روسيا والصين وكوريا الشمالية؟ هذه الزيارة لها مناسبة، هناك احتفالات في كوريا الشمالية بالذكرى 70 للهدنة في الحرب الكورية التي تم توقيعها في عام 1953. في كوريا الشمالية يعتبرون هذا اليوم يوما للنصر، فهم يحتفلون به، فإذا هناك مناسبة وطنية، سيكون هناك استعراض عسكري واحتفال وطني كبير دعيت عليه روسيا والصين، سيكون هناك وفد روسي برئاسة وزير الدفاع ووفد صيني برئاسة أحد أعضاء المكتب السياسي للحزب الشيوعي. فهناك وفود رفيعة المستوى تحضر هذا الاحتفال، وفي هذا الإطار تأتي زيارة وزير الدفاع الروسي ثم لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي. إذن هذه الزيارة هي جزء من هذه الاحتفالات وليست متصلة بشكل مباشر بالصراع الدولي أو حتى بالنشاط السياسي والعسكري سواء لروسيا أو لكوريا الشمالية. ولكن سيد سامر،
لا يوجد هناك أي مواضيع ممكن أن يكون قد ناقشها وزير الدفاع الروسي مع زعيم كوريا الشمالية، أو أن يكون هناك تنسيق ما بين البلدين لمواجهة واشنطن نوعا ما، حتى لو كانت هذه الزيارة حسب ما قلت لمناسبة وطنية؟ نعم، طبعا هو وزير الدفاع الروسي التقى بالزعيم الكوري الشمالي ونقل له رسالة موقعة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. طبعا إذا هناك حديث في المواضيع، والأنباء الرسمية الصادرة من كوريا الشمالية تتحدث عن حديث بشأن التنسيق الأمني والحديث عن القضايا الأمنية الخاصة بالبلدين. فبالتالي طبعا هناك القضايا الإقليمية والدولية والصراعات السياسية والعسكرية هي جزء من هذا اللقاء والحوار بين الطرفين، حتى أن وزير الدفاع الروسي زار مصانع الإنتاج الأسلحة الكورية الشمالية. لكن في الحقيقة أي تقارب روسي كوري شمالي لن يكون ذا قيمة ما دامت الصين بعيدة عنه، حتى لو كان هناك تحالف عسكري أو تنسيق عسكري بين روسيا وكوريا الشمالية، هو في الحقيقة ليس ذا قيمة ما دامت الصين ليست جزء من هذه المنظومة ولا تريد تشكيل حلف أو معسكر يناوئ الولايات المتحدة وحلفائها. حتى الآن الصين تنأى بنفسها عن فكرة المعسكرات والتحالفات، لأنها لا تريد أن تستعيد نمطية الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. هذا بالضرورة يضعف أي تنسيق بين روسيا وكوريا الشمالية، أولا لأن روسيا مشغولة بحربها مع أوكرانيا، وثانيا لأن كوريا الشمالية أضعف من أن تتحول إلى قوة دولية مؤثرة. هي في الحقيقة ما تفعله من استعراض القوة وإطلاق الصواريخ الباليستية لا يجعلها حتى الآن يعني ثقل دولي ذا قيمة يمكن أن دخوله في اتفاق عسكري أو تحالف عسكري مع إحدى الدول الكبرى يعني يجعل هناك معسكر أو قطب أو تحالف دولي يمكن أن يناوئ الولايات المتحدة. إذن سيد سامر، كيف ممكن أن تساهم زيارة وزير الدفاع الروسي لبيونغ يانغ في زيادة، إذا قلنا نوعا ما، حالة العداء ما بين كوريا الشمالية ودول أخرى وخصوصا الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية؟ ألا تعتقد أن هذه الحالة سوف تستاد الآن؟ هي بالطبع الحالة آخذة في التزايد منذ بداية العام 2022 عندما راحت كوريا الشمالية تطلق الصواريخ من الباليستية، العشرات من الصواريخ الباليستية سواء قصيرة المدى أو متوسطة المدى أو طبعا بعيدة المدى. هذه طبعا أيضا الحشد العسكري للولايات المتحدة والمناورات العسكرية المشتركة التي أجرتها الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية ومع اليابان، كل هذا زاد التوتر في المنطقة. والأمر لا يحتاج مثل هذا الزيارة من وزير الدفاع الروسي لكي تزيد حالة العداء. حالة العداء موجودة والتوتر في المنطقة آخذ بالتزايد منذ سنتين على الأقل. لكن يمكن أن نقول أن هناك بعض الدعاية في مثل هذه اللقاءات، يعني روسيا تريد أن تقول للعالم أنها ليست معزولة بسبب حربها مع أوكرانيا، ليست معزولة عن العالم، هي قادرة على بناء التحالفات التي يمكن أن تزعج الغرب. في الوقت نفسه أيضا ربما يصح القول أن الولايات المتحدة وحلفائها هم يريدون أن يعطوا صورة عن وجود تحالف مناوئ، لأن هذا يسهل عليهم تشكيل تحالف دولي مناوئ للصين بشكل أساسي ولكوريا الشمالية وروسيا طبعا. فيبدو أنه من مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها أن يصوروا الأمر على أن هناك تحالف شرقي من هذه الدول، خصوصا الصين وروسيا وكوريا الشمالية. لكن في الوقت نفسه الصين ما تزال تنأى بنفسها عن مثل هذه التحالفات، لأن هذا يتعارض مع مصالحها الاقتصادية والتجارية مع العالم وخصوصا مع أوروبا. ولكن سيد سامر، دعني أقول لك شيئا. من الطبيعي أن نسأل الآن ما هو مستقبل التعاون ما بين روسيا وكوريا الشمالية في مجالات محددة وخاصة في المجال العسكري والنووي؟ هو حتى الآن ليس هناك أي شيء معلن، لكن الولايات المتحدة على مدار شهور الحرب بين روسيا وأوكرانيا كانت تقول دائما أنه يبدو أن كوريا الشمالية تقدم دعم عسكري لروسيا خصوصا من حيث الذخائر وبعض الآليات، لكن هذا لم يشمل حتى الآن الحديث عن دعم بالأسلحة النووية ربما، يعني هذا الملف ليس مفتوحا حتى الآن. وأيضا مثل هذا الكلام الصادر عن خصوم
روسيا وكوريا الشمالية ليس عليه دليل حتى الآن، وليس هناك اعتراف سواء من كوريا الشمالية أو من روسيا حول وجود تعاون عسكري. لكن ربما مثل هذه الزيارة واصطحاب وزير الدفاع الروسي لزيارة الأسلحة التي تنتجها كوريا الشمالية هو تلويح بإمكانية قيام تحالف بين البلدين إذا تعرض، وخصوصا كوريا الشمالية تريد أن تقول إنها إذا تعرضت لغزو أراضيها نتيجة النشاط العسكري للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في هذه الفترة، فإنها قادرة على الدفاع عن نفسها ليس فقط من قوتها العسكرية وإنما أيضا من خلال نسج التحالفات مع الدول الكبرى في العالم. ولكن ما حجم استفادة اليوم كوريا الشمالية وروسيا من تعميق العلاقات والتعاون بين الطرفين؟ بالأساس الفائدة هي دعائية، هي فقط؟ كما قلنا روسيا تريد أن تقول روسيا فقط؟ تريد أن تقول أنها قادرة على يعني إيجاد حلفاء يدعمونها وأنها دولة قوية ما تزال وقادرة على أن تكون قطب عالمي. كوريا الشمالية طبعا تريد أن تقول أنها قادرة على الدفاع عن نفسها، هذا من حيث الدعاية، وأعتقد أن الأمر أساسا هو يعني يتعلق بهذه البروباغندا. لكن على مدى أوسع ربما تكون كل واحدة من الدولتين بحاجة إلى مثل هذا الشراكة الحقيقية في المجال العسكري، لكن كما قلنا في البداية أي تقارب عسكري بين الدولتين لن يكون ذا قيمة ولن يكون ذا تأثير كبير ما دامت الصين بعيدة عنه. ولكن أستاذ سامر اسمح لي ودعني أستفيد طبعا من خبرتك السياسية وأنت خبير في الشؤون الأسيوية، ما تاريخ وطبيعة هذه العلاقة ما بين روسيا وكوريا الشمالية منذ سقوط الاتحاد السوفيتي؟ لا، هي طبعا العلاقة أعمق من ذلك لأنها تمتد منذ الحرب الكورية. فبالنسبة لكوريا الشمالية وروسيا التي هي ورثت الاتحاد السوفيتي، يعني وجود مثل هذا التحالف والتنسيق، وليس تحالف طبعا، مثل هذا الانفتاح وهذه العلاقة يصب في فكرة كما قلنا أن روسيا تقدم نفسها باعتبارها قطب دولي، وأنها هذه الدول التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفيتي ما زالت تقع تحت التأثير الروسي. يعني روسيا من مصلحتها طبعا أن تقدم هذه الصورة، ومن مصلحتها أن تحافظ على هذه العلاقات، وقد رأينا على مدار الأعوام الفائتة أن روسيا تسعى دائما للحفاظ على السيطرة على الدول التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفيتي. هذه مسألة أساسية بالنسبة للسياسة الروسية الخارجية. وهل من الممكن أن يتأثر اليوم برنامج كوريا الشمالية النووي والصاروخي بالتعاون مع روسيا؟ هل يتم تنسيق بين الجانبين في هذا المجال خاصة؟ طبعا يعني هذا الأمر ليس معلنا. كوريا الشمالية تقول أنها تطور قوتها العسكرية وخصوصا في المجال النووي منذ أكثر من 15 عاما، وأن هذا البرنامج النووي يتطور باستمرار. بالمناسبة كوريا الشمالية عندما يعني استطاعت أن تمتلك القوة النووية، هي في الحقيقة قالت باكستان أن كوريا الشمالية وصلت إلى هذه المعلومات من خلال الاطلاع على الملف الباكستاني النووي. فتطوير السلاح الكوري الشمالي يعني يمضي في هذا الاتجاه منذ حوالي 15 عاما بشكل متزايد، من دون القول أنه يعتمد على التنسيق مع قوة مثل روسيا. لكن الآن بما أن روسيا في حالة حرب مع أوكرانيا، فربما يعني لا تحتاج كوريا الشمالية مثل هذا التنسيق في المجال النووي حتى الآن، إذا كانت فعلا تمضي في خطة نووية طموحة وقادرة على الاستمرار وقادرة على أن تظهر إلى العالم باعتبارها قوة نووية متزايدة. لكن دائما هناك تشكيك في القدرات النووية لكوريا الشمالية، ودائما هناك حذر من تصديق الدعاية الكورية الشمالية التي تريد أن تقدم نفسها باعتبارها قوة ذات حضور وأنها قادرة على الدفاع عن نفسها وأنها قادرة على التصدي للدول الكبرى عسكريا. إذن شكرا لك أستاذ سامر، شكرا لك على كل هذه المعلومات. طبعا وصلت الفكرة. سامر خير أحمد كنت معنا من عمان خبير الشؤون الأسيوية. ننتقل الآن إلى الخبر الثالث في منتصف النهار، حيث أثار اقتحام وزير
الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن جيفر للمسجد الأقصى، إدانات وتحذيرات من قبل عدد من الدول، إذ أدانت مصر والأردن والسعودية وفلسطين وجامعة الدول العربية اقتحام المسجد الأقصى الشريف من مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية والمئات من العناصر المتطرفة، وقيام السلطات الإسرائيلية بمنع المصلين المسلمين من ممارسة حقهم الأصيل في النفاذ إليه والتعبد به. وشددت مصر على أن الاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى الشريف ومحاولات تقسيمه لن تنال من وضعيته القانونية والتاريخية القائمة التي تقر بأن الأقصى وقف إسلامي خالص ومكان عبادة للمسلمين. للمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا من القدس دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الأخبارية. أهلا بك دانا. دانا بداية، أهلا بك وبالسادة المشاهدين. شكرا لك دانا. بداية دانا، ماذا تريد الحكومة الإسرائيلية المتطرفة من تكرار هذا المسلسل بالسماح لاقتحام بن جفير المسجد الأقصى؟ نعم، بعد التحية دعينا نقول أن هنالك هدف رئيسي من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، يتمثل بتقسيم مكاني للمسجد وزماني. التقسيم المكاني يتمثل بطرح مشروع قانون جديد يتمثل بإعطاء 70% من مساحة المسجد الأقصى المبارك للمستوطنين، وتحديدا أمام مسجد قبة الصخرة والمنطقة الشرقية. فحسب الرواية التلمودية، بعد بناء الهيكل المزعوم سيكون الدخول من قبل المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى من الجهة الشرقية ومن باب الرحمة تحديدا. التقسيم الثاني تتحدث عنه الجماعات هو التقسيم الزماني، بأنها لا ترغب بأن تكون فترة الاقتحامات فقط مقتصرة منذ تمام الساعة 7:30 وحتى تمام الساعة 11:30 ومن ثم تمام الساعة 12:30 وحتى بعد ظهر اليوم. لذلك كل هذه الأطماع السياسية ومحاولة تحويل هذه الحرب السياسية إلى حرب دينية تترجم على أرض الواقع في الأحداث الدينية والاحتفالات الدينية تماما كما هو حال اليوم في ذكرى خراب الهيكل المزعوم التي تدعي الحكومة الإسرائيلية بأنها تقوم فقط بتأمين دخول المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة المستولى عليه أصلا. دعينا نقول أن حصيلة اقتحامات اليوم وصلت إلى 2140 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة شرطية مشددة. مقابل هذا كان هنالك عراقيل وضعتها شرطة الاحتلال أمام المصلين المسلمين منعتهم من الدخول إلى المسجد الأقصى، ما دفعهم إلى تأدية صلاة الظهر أمام باب الأسباط وأمام باب المجلس. عدا عن ذلك حاولت شرطة الاحتلال المتواجدة عند أبواب المسجد الأقصى المبارك منع دخول فئة الشباب، وسمحت فقط لمن هم فوق 60 عاما، وكأنها تحاول إفراغ المكان من أهله الأصليين ومن الشبان تفاديا لوقوع أي مواجهات أو حتى للتصدي للمستوطنين المقتحمين. نقول أيضا في التطورات الميدانية بأن قوات الاحتلال اعتقلت ناشط فلسطيني ومرابط من هناك، ومن ثم أفرجت عنه بحجة أو بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع. عدا عن ذلك هنالك اعتقال لشابة فلسطينية أيضا اليوم، حاولت إبعاد المسلمين عند نطاق المسجد الأقصى. هذه التعزيزات العسكرية ليست كانت موجودة فقط في المسجد الأقصى وفي باحاته، بل كانت على أبواب المسجد الأقصى، تمثلت في منع دخول فئة الشبان، تمثلت في عرقلة دخول المسلمين، تمثلت في التفتيش وحجز الهويات. عدا عن ذلك كانت هنالك تعزيزات أمنية عسكرية متواجدة عند أبواب القدس ككل وفي محيط وفي داخل البلدة القديمة لتأمين دخول اقتحام وزراء وأعضاء كنيست على رأسهم إتمار بن جفير وزير الأمن القومي ووزير الطاقة الإسرائيلي. إذن شكرا لك دانا أبو شمسية، كنت معنا من القدس مراسلة القاهرة الأخبارية على كل هذه التفاصيل. إذن ننتقل وياكم إلى أمين عام الأمم المتحدة، حيث في كلمة عن ارتفاع درجة الحرارة. أن تكون هناك خطوة أولى من أجل توفير هذا التمويل. أيضا يجب أن يكون هناك نظام إنذار مبكر بحلول عام 2027، والدول يجب أن تنظر في الأهداف
الخاصة بحشد الفعل القومي والتكيف، وهذا يؤدي بنا إلى الفعل المتسارع في مجال التمويل. هناك وعود يجب أن تنفذ، الدول المصنعة يجب أن تحترم التزاماتها بالنسبة لوعودها للدول النامية، وأن تقوم بتعزيز صندوق الكوكب الأخضر. الدول يجب أن تقوم بتغطية أي نقص في الصناديق، ولا يجب تقديم أي أعذار. الكثير من المصارف والممولين لا يزال يقومون بعمليات تمويل للملوثين. يجب أن يكون هناك نظام يعزز الفعل المتسارع، وهذا يجعل البنوك تقوم بإصلاح مقارباتها وتخفيف المخاطر. نريد من هذه الأموال أن تذهب إلى الدول النامية من أجل الإنفاق على الطاقة المتجددة. وفي كل هذه المجالات نحتاج إلى الحكومات والمجتمع المدني للعمل سويا من أجل تحقيق الأهداف، وأنا أتطلع للترحيب بهؤلاء في نيويورك في قمة شهر سبتمبر، وأيضا كي نستمع إلى ردود قادتنا. الدليل موجود في كل مكان، والإنسانية تواجه الدمار، وهذا لا يتطلب اليأس وإنما الفعل لإيقاف الأسوأ. ولعمل ذلك يجب أن نحول هذه السنة إلى سنة الطموحات. إذن استمعنا معكم إلى كلمة الأمين العام للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، وننتقل الآن إلى كلمة الرئيس فلاديمير بوتين مع القادة الأفارقة في القمة الروسية الإفريقية ورؤساء المنظمات الإقليمية الاقتصادية. أود من طرفنا نحن أن نشكر فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تنظيم هذا الاجتماع الذي أتى في وقته مع الممثلين على المنظمات الإفريقية في إطار قمة روسيا إفريقيا في أكتوبر 2019. تم التوقيع على مذكرة التفاهم مع وزير الخارجية الروسي عن الشراكة بيننا، فهذه الوثيقة تدل على السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية. وبصرف النظر عن جائحة كورونا، نحن استمرنا في تبادل الآراء، تبادل الوثائق والمراسلة كتابية مع الخارجية الروسية كي ندقق بنود هذه الاتفاقية والمذاكرة. فأعتقد بأن قمتنا اليوم ستمكننا من تدقيق بعض النواحي وأن نعدل خطة العمل المشتركة لفترة حتى 2026. لدينا في الاتحاد الأفريقي اللجنة الاقتصادية المفوضية الاقتصادية الأفريقية التي تعمل في أرجاء القارة، وثماني مؤسسات إقليمية التي تعتمد عليها هيكلة الاتحاد الأفريقي. فتبنى الاتحاد الأفريقي خطة عمل لسنة 2063 من أجل التنمية وتدعيم الرفاهية. الآن نحن نعمل جنبا إلى جانب مع المؤسسات الإقليمية، لأننا على يقين من أن بالطريقة الانفرادية لا يمكن تحقيق كل شيء. فخامة الرئيس، دولتكم دليل جيد، لأن روسيا كانت إمبراطورية في السابق
بعد ذلك كان هناك الاتحاد السوفيتي، فاليوم هنا روسيا الاتحادية. هذه هيئة موحدة، إيديولوجية موحدة، مثل ما 60 سنة قبل 60 سنة تم تشكيل المنظمة عامة أفريقيا. فالآن هناك الاتحاد الأفريقي الذي يشمل 55 دولة أفريقية. وعن القضايا، فلدينا القوى العاملة جبارة، حتى بصرف النظر عن المشاكل المرتبطة بعبودية والاستعمار، لدينا الفرص اليوم. ومن المهم أنه لدينا في الاتحاد الأفريقي يتم الاستفادة من القوى العاملة والمصادر بشكل جيد من أجل التنمية. ونحتاج في هذا السياق إلى الشراكات والعمل المشترك التي تصب في مصلحة الدول الأفريقية وشركائنا. فاليوم في الصباح قال فخامة الرئيس الروسي أن علاقة بين روسيا وإفريقيا، وسابقا بين الاتحاد السوفيتي وإفريقيا، كانت هذه العلاقة مطورة جدا، لأن الاتحاد السوفيتي دعم في وقت نضال إفريقيا ضد الاستعمار، وتلقى تدريب آلاف الكوادر والكفاءات إفريقية في الاتحاد السوفيتي. لذلك لدينا أسس وقاعدة جيدة يمكن أن نبني عليها الشراكة الجديدة والنوعية. وقبل كل شيء أشير إلى البنية التحتية، فهنا فخامة الرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي على هذه الطاولة، هو كان يعمل كثيرا في هذا المجال، لأنه إفريقيا 30 مليون كيلومتر مربع، مساحة شاسعة، ولكن نحن نفتقر إلى مطارات، إلى السكك الحديد. اليوم نحن شكلنا أكبر منطقة تجارية في العالم، لكن علينا أيضا أن نوصل البلدان بين بعضنا البعض كي نستفيد بشكل جيد من الموارد والمصادر المتاحة لنا. فالمشروع الأكبر في قارتنا هو البنية التحتية والطاقة، هذين شرطين ضروريين للتنمية. فروسيا هي دولة صناعية ذات خبرة جيدة في مجال الطاقة وسكك الحديد والطرق السريعة. فشراكاتنا اليوم لم تصل إلى المستوى الذي يجدر به التعاون بين روسيا وأفريقيا. نحن نسعى إلى المزيد، ولا يدور الحديث فقط عن تقديم الدعم. اليوم نحتاج إلى الاستثمارات، إلى الاهتمام المشترك والمتبادل. أتوقع أنه كافة قادة لدول الأفريقية مستعدون للتعاون والتعامل، رسم الخطة المشتركة التي تنفذ وفق الجداول المحدودة في مجال الزراعة والأمن الغذائي. نحن تحدثنا كثيرا عن ذلك، فالستين بالمئة من الأراضي غير المستغلة الزراعية هنا في أفريقيا غابات وإلى آخر ذلك، ولكن نحن لا نؤمن المنتجات الغذائية الكافية لنا. فلذلك نريد ليس فقط الاستيراد، ولكن نقل وتوطين التكنولوجيا إلى أفريقيا. فهناك تكنولوجيات مختلفة، فمجالات التي هناك فرص واعدة وقائمة لإقامة التعاون. أما القوى العاملة فقد تحدثت عن التعليم والصحة، شكرا لكم عن أنكم تطرقتم إلى هذا الموضوع، وخاصة تدريب الكفاءات والكوادر. أنا قلت لمع السيد لافروف في 2021 في الخريف عندما زرت روسيا، لأنه كثير من المتخصصين في بلادي في مجال الفيزياء والرياضيات
تلقوا علوما في الجامعات الروسية هم تلاميذ أساتذة الروس، فلا يمكن أن يكون هناك مهندس محنك بدون معرفة الرياضيات والفيزياء. لذلك تدريب وإعداد المعلمين موضوع ومجال ذي أهمية أيضا. فيما يخص الأمن، فاليوم إفريقيا أصبحت مكانا لصراع بين المتطرفين والمتشددين في منطقة الساحل، قرن الإفريقي، منطقة وسط البحيرات، حتى في موزمبيق هناك هجمات للمنظمات الإرهابية. كل هذا تحدي وتهديد، لذلك علينا أن نعزز جهودنا المشتركة. كل واحد يتحدث عن الكتائب الإفريقية في جنوب وشرق، ولكن علينا زيادة وتقوية أهبة استعدادها. في خلال 60 سنة الماضية هناك بعثات للأمم المتحدة التي تعمل في إفريقيا، ولكن هذا ليس أمر مريح لنا، ولكن المسألة لا تزال عالقة. لذلك بمساعدة أصدقائنا وجهودنا نحن نحاول أن نحل المشاكل في مجال الأمن، فأتوقع بأن روسيا تستطيع أن تلعب دورا مهما في هذا السياق. ها هو الأبعاد الذي أود أن تتطرق إليها في السياق تعاوننا، فأتوقع أنه كل واحد سيدلي بصوته أيضا. شكرا جزيلا. أنا دائما أستمع باهتمام شديد إلى السيد فاكي وهو يتطرق بشكل ماهر إلى مختلف المواضيع. الآن أنا قدمت لكم زميلي وهو رئيس الهيئة الاقتصادية الروسية سيد ميخائيل ميسنيكوفيتش، فخامة الرئيس الروسي، أصحاب الفخامة. أود أن أشكر بداية روسيا الاتحادية على تنظيم القمة الروسية الإفريقية والمنتدى الروسي الإفريقي الثاني، وهذه الفعالية مهمة للغاية. ما الذي أريد الإشارة إليه؟ أولا الأوراسيا والاتحادات والهيئات التكاملية في إفريقيا لها توجهات مماثلة فيما يتعلق بالعمليات التكاملية، وهذا الأمر في غاية الأهمية لأنه مسجل في وثائقنا البرنامجية استراتيجية التنمية حتى عام 2025 وتنمية إفريقيا حتى 2063. فالوحدة الداخلية والقدرة التنافسية للدول أمر في غاية الأهمية، ولتحقيق هذه الأهداف يضمن في اتحادنا الاقتصادي الأوراسي حرية تنقل البضائع واليد العاملة. والرئيس الروسي تقدم باقتراح بشأن إضافة الحرية الخامسة وهي حرية المعرفة، وهذا الأمر واقعي تماما. عدة كلمات باختصار عن اتحادنا الاقتصادي الأوراسي، وهو يتطور بنجاح رغم الظروف الصعبة، إلا أن هناك رقم قياسي للتصدير وكذلك تصدير في التجارة المتبادلة، وهذا النمو سجل في هذا العام بنسبة 17%. الأسواق الداخلية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي مضمون بشكل كامل بالحبوب واللحوم والألبان وغيرها من المنتجات. في العام الماضي قامت الدول الأعضاء في الاتحاد بتصدير عشرات الملايين طن من الحبوب وحوالي 590 ألف طن من السكر و100 ألف طن من الألبان.
وأنا أشير إلى ذلك لأن الإمكانيات والفرص لتطوير التجارة مع دول إفريقية جيدة جدا. الأمر الثاني، هناك كل الأسس للاعتقاد بأنه لابد من تنمية التعاون الشامل. عندنا وثائق موقعة مع الاتحاد الأفريقي وكذلك مع الشرق وجنوب إفريقيا ومع المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الوسطى، ولكننا بحاجة إلى إجراءات وخطوات دقيقة. وفي المرحلة الأخيرة تتواجد الآن المباحثات حول تشكيل منطقة أو منطقة للتجارة الحرة. ففي 15 أغسطس فإن هيئتنا ستجري الجولة السادسة من المباحثات في موسكو بهذا الشأن. لماذا ألفت النظر إلى هذه المشاريع؟ لأن الدول الأعضاء فيها تنظر إلى التعاون الشامل مع مصر على أنه بمثابة مفتاح نحو تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية. هناك بنية تحتية ملائمة، وهذا ما تم الإشارة إليه في أثناء الجلسة العامة وحول المنطقة الاقتصادية في إفريقيا. وفي هذه الظروف نتمنى أن تعطي المنظمات الإقليمية الإفريقية إشارات إيجابية لرجال الأعمال فيها بتوثيق التعاون مع الاتحاد الأوراسي. ثالثا، في عام 2022 حجم التبادل التجاري لاتحادنا مع الدول الإفريقية تزايد بنسبة 3.5%، وهي نسبة غير كبيرة، وبنتيجة الإجراءات المتخذة لدينا نتائج تشير إلى نصف سنة أو 4 أشهر فالنمو سجل بنسبة 15%. إنه مؤشر جيد ولابد من المضي قدما على هذا الطريق. أود أن أشكر الزملاء والشركاء من أفريقيا على هذا التعاون. وهناك اتجاه مهم آخر هو تحقيق المشترك للمشاريع. نعم، اليوم روسيا الاتحادية تقوم بإنشاء محطة ضبع الذرية في مصر، وكذلك تطوير حقول البوكسيت وغيره في غرب إفريقيا. في مصر تعمل شركة بيلاروسية مصرية مشتركة لإنتاج الشاحنات، وأعتقد بأن هناك مشروعا مهما وهو تحقيق البرنامج الزراعي المشترك بين بيلاروسيا وزيمبابوي. في العام الماضي أمكن تحقيق وجمع محصول قياسي من القمح، الأمر الذي يلبي الحاجات الداخلية لهذا البلد، وأمثلة إيجابية لتعاوننا نخطط لزيادتها. والشركات المنضمة إلى اتحادنا لها فرص لزيادة التوريدات من مختلف الآلات والشاحنات ومعدات حفر الآبار، وهذا ما أشار إليه زميلي الذي تحدث الآن. هناك فرص واسعة جدا. حتى الآن ما زالت وتائر النمو متواضعة، ولكن الحديث لا يدور عن التجارة فحسب، بل عن توطين الإنتاج وتدريب الخبراء وتحقيق برامج علمية، وكذلك بعض المشاريع الخاصة بالتصدير والاستيراد. يوجد باتحادنا كل الصلاحيات والاختصاصات المطلوبة،
ولذلك فإن مثل هذا الموقف سيسمح بزيادة فعالية هذه المشاريع وإيجاد مزيد من فرص العمل، أي التركيز على الجانب الاجتماعي. ولكننا بحاجة إلى وجود آليات أكثر فعالية للتعاون في مجال وضع المشاريع. نقترح إنشاء أو تشكيل بعثة الأعمال برعاية الهيئة الأوراسية، اتحاد رجال الأعمال، تنظيم هذه البعثة إلى بلدان إفريقية والتوصل إلى وضع مشروع مشترك بعنوان التقنيات الأوراسية والمستقبل. نرجو من فخامة الرئيس أن يؤيد هذا الاقتراح. نحن على استعداد للعمل مع شركاء الآخرين من أجل مستقبل أفضل. شكرا جزيلا سيد مالينكوفيتش. أعتقد بأن مثل هذا العرض الواسع